الهدف من كلمة هز غياز والهدف من البنات بهالفيديو رح قلكن شو هو. ترى الموضوع صدقوني واقع، واللي عم بيصير واللي قلته بهالفيديو كله واقع، رح قلكن ليش. السلام عليكم اخواتي، رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم يا شباب انا اول مرة بنزل على قناتي المليون رد فعل على فيديوهات الناس. اليوم يا شباب جيتكم فيديو رد فعل على اغنيتي المليون، الوان مليون. طبعا انا من بدايته لسه ما فتحت ولا فيديو، ليكني عم شوف هلا هيك من البداية كتير ناس منزلت سخرية ومسخرة على الغنية. فانا يا شباب رح احترم رأي جميع ورح احترم رأي الناس اللي عاملين ردة فعل، وكل مين رأيه هو حر فيه. انا هلا يا شباب رح احكي لكم ليش عملت الغنية وشو موضوع الغنية وشو معنى الغنية، وبعتذر منكم على التأخير لاني ما عملت الرد الفعل بكير. فهلا الموضوع كتير مهم، تابعوا الفيديو للآخر. قبل ما ندخل بالموضوع اخواتي بتمنى منكم كلكم تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. اخواتي صاير تفاعل خفيف معنا، بدي منكم توقفوا معنا وتدعمونا بقوة اكتر لانه فيكم نكبر. هلأ راح نفوت بموضوع الفيديو. نتوكل على الله ونفتح اول فيديو هاد لنشوف. مرحبا، كيفكم جماعتي؟ فيديو اليوم هو رياكشن على اغنية محمد ديمو بعنوان 1 مليون 1 مليون. على فكرة الغنية من اسمها مبينة بايخة فما في داعي تتفرج عليها. طبعا رايك وبحترم وتكرم. شو دخلني؟ ليش عم تحكي معي؟ هو كاتبك عنوان الفيديو، شو دخلني؟ طب خلص ما كون منه يا جماعة، خليكم بالمهم. اليوم راح نعمل رياكشن على اغنية، راح اعطي رأيي بكل صراحة. اوكي، وبتمنى من كل محل ينزعج مني لاني راح اعطي رأيي بجزء اجرح بالكلام، ولكن هذا المفروض احكي. الاغنية فداك جرح يلا بتمون. انا شخص بتقبل كل الناس المنتقدة والبتحبني، فلهيك خد راحتك. شفت انا والحامر اكشن معكم كمان. انا تمسحت من كتر ما ناس غلطت ومن كتر ما بلدقت انا وصارت معي مشاكل بأضنة وكذا وكذا وكذا، فتمسحت بصراحة. فالله يسامح الجميع، انا هذا اللي بقدر اقول عليه. قبل ما نبدأ كل هالفيديو خلينا نسمع الانترو ونكفي سوا. اوكي بس ده هلا مقدمتها سيئه لدرجه. اول قديش؟ اول 6 ثواني كثير سيئه. ليش؟ جزء الشركه هي سيئه، المشتغلته هاي الشغل سيئه، حالات الفيديو كليب لما يبلش هلا حاليا موت الفيديو الدار جبت لي. اول شيء شباب انا ما عملت هاي بشركه، كله بايدي، اللي معي هن رفقاتي، اللي عمل المونتاج رفيقي، اللي صور رفيقي. انا شخص ماني من نوع اللي بدي احط مبالغ واعمل غنية كليب. انا فيني هلا احط مبالغ واسوي اقوى غنية، بس انا عم بعمل بجو تواضع، عم بعمل فيديوهات متواضعة على قدي، على شخصيتي، على امكانيتي، على شيء بقدر عليه. ماني مضطر ابرك واعمل فيديوهات بمصاري، فانا اللي عم بعمله كله مع رفقاتي واصدقائي. خلينا نكمل. هيك شيء ليكم مثلا تنفتح الشاشة هيك وبيطلع أوكي. فيديو هيك ارجل بحق. اوكي شوفوا لي ابو عزاب الجهاز نحطه يا جماعة. الشرط ليش يا جماعة؟ ليش لابس بنتاكور نص الفيديو كليب وشو الاصفر هذا؟ اوكي خليك فهمتوا شيء؟ يعني انه انا ما فهمت شو هو الموضوع المنتقد بهالمقطع. يعني ما في شيء. يلا خلينا نكمل فيديو كليب. يلا كافي. 1 مليون 1 مليون جبناها اليوم. 1 مليون 1 مليون على فكرة حبيت ربطة شعري. جبناها اليوم 1 مليون 1 مليون 1 مليون جبناها. يا جماعة انتم منتبهين على الشخص الواقف في الزاوية عنعم بس هيك. اصلا هذول الشخصين اللي كانوا موجودين على الجوانب هن فاتوا بس كرمال، يعني انا قلت له تعالوا خلص وقفوا بس، يعني انه كادر فهمتوا كيف. فانا شباب اثنيناتهم محترمين واصلا مالهم بهالمجال. يمكن اذا الله ما كذبني بكون اخوة البنت. وفريق الاصفر فريق كابتن ماجد ما شاء الله عليهم كلهم نمبر 1. لا حبيبي نحن مو نمبر 1، نحن جماعة 1 مليون. ايه حبيبي انت سيكارا شوفوا كانت بايده بشر الكاميرا شغالة، فشو عمل؟ ضبط كونان هون بعمك كونان وينك؟ طب والله ما فهمت يا رجل شو موضوع. لا تأخذوني من كتر ما عصبني طب الموبايل، ما فهمت انا شو موضوع الفيديو، شو موضوع الانتقاد. لك انتقد خلصني، تعبت ها؟ داروها غيرك ها؟ الناموس بشوفك،
إن قصد الثالة ومشغلين جهاز مشغلين غنية قلب الجهاز ومشغل حركة أمهم بس لا حبيب قلبي لازم نحن نحط هيك وعلى غميضي يعني هيك نحن على العمياني عم نصور كاميرا وبس عم نحرك حالنا عشان يقولوا 10 مجانين بالحديقة مو ما حبيت على كل شكرا على انتقادك الحلو وان شاء الله بنقدم لك اشياء حلوه بنعمل لك شغلات بتفرفش قلبك حبيب قلبي تحياتي لك حبيب قلبي نابولي وبقلك بالتوفيق شوف انت انتقدتني وانا بعاملك بطريقة احسن اللي حابب يشترك في قناته يشترك ترى الشخص محترم وانتقاده حلو الله يوفقه ويسعده هلا بندخل على الانتقاد الثاني اللي عملوه على غنيتي انشك على المطرب محمد يلا تعال نشوف الثاني هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيفكم شو اخباركم امبارح بحساب الانستغرام طلبت منكم وبالمنتدى ثواني ثواني ما بدي اشوف ايش بدك ايش طلبت يلا اوكي يا جماعه اليوم الفيديو هذا الشخص لاول مره انا بعمل عنه فيديو الصراحه ما كنت مفكر اعمل عنه هذا الشخص وما كنت مفكر لا ما فيديو ولكن الصراحة الغنية اللي شفتها اللي منزلها شيء يعني هي جبرتك يعني هي لو مو الغنية ما كنت تعمل بعرف مقامك اكبر من هيك يعني ما حقك يعني كأنه بيقلع مشان الله عماد بليز اترجاك بي اوكي اسمع اليوم الفيديو عن محمود ديمو هدي انا ما سمعت اوكي اسمع اليوم الفيديو عن محمود ديمو اوكي اسمع اليوم الفيديو عن محمود ديمو لك شو قلت لي بالعلماء محمد ديمو عم تقول محمود ديمو والله ياخذك بس على سوريا ترجع سالم غانم نرجع نسمع ملك انا مخربط اوكي اسمع اليوم الفيديو عن محمود ديمو محمود ديمو لك انا اسمي محمد يا ابن الحلال انت قلت محمد ديمو بعدين بتقول لي محمود ديمو شو صارت معك دخل الموضوع تلم لي الرقصه والشط اللي لابس ولي على قطاطك انا مهضوم حركة ترفع ايدك للسماء هيك وغني تراب مو زبطة ترفع ايدك للسماء شايفني عامل هيك يا الله يا رب لايكاتك يا رب لايكاتك كومنتاتك كتر لي منهم وين ارفع ايدي للسماء هاي هيك رقصة هيك هيك شو خص ايدي للسماء خلينا نحن نعدل عليها شوي ونشكل الوضع اكثر يلا يا رب العالمين صلي على طه الأمين لك شو استغفر الله العظيم خلاص امين دينك محمود زعم شوف هذا الفيديو اخي انا بلعب بمزح لك والله بلعب بمزح لك انا كل فكره عم تمزح انت لك اسمي محمد ابو حزان وهي اضبط من انت حركتك استغفر الله مليون واحد مليون جبناها هاليوم يا اخي مين كاتب لك السيناريو انت يستر على كيكي يا اخي والله القوافي مو زابطه مع بعض واحد مليون ون مليون بالعربي والانجليزي يعني احنا بنفهم عربي عرفت انت عم تقدم محتوى عرب لمحتوى سوريين بالاخص يعني ليش الون مليون يا اخي شو كمل تخبيص يستر على ديكستر يا زلمه ون مليون واحد مليون ون مليون جبناها اليوم تعرفوا يا جماعة شو أبشع الشيء بالفيديو أو بالغنية يا جماعة إنه يكون الصوت لحاله والفيديو لحاله إنه ما في تناسق بالموضوع هاي بهاي أنا معك بهاي وأخيرا حطيت شيء مفيد عشان أشرح لكم إياه يعني لحد الآن عم دور على شيء أشرح لكم فلهيك ما حدا يعني ما حدا أعطاني يعني فهمت علي ما عم خلوني أشرح فراح أشرح لكم إياها الشاب اللي عمل المونتاج كان صور لي الفيديو يعني من موبايله عم صور لي كيف المونتاج عنده عم يجمد يا شباب هيك هيك عم يمنتج طلعوا هيك هيك عم بيقطش عنده كثير انا لو بداله صراحه بكبر الكمبيوتر وما بمنتج ف يعني الله يعينه على الصبر اللي عنده يعني نياله على الصبر اللي عنده فهمتوا كيف نياله على الصبر اللي عنده انه يتحمل الكمبيوتر وطلع معه هيك انا بصراحه اول ما سلمني الفيديو انا قلت ما عجبني فلما طلعت على وضعه فقلت الله يعطيه العافيه يعني فوق ما الزلمه ساعدني وعمل اللي عليه ارسا اجي اتمنى عليه لك قلت هي عمرنا شو هي غنية سلاية كذا نفرفش فيها ونتسلى مو المهم المهم يعني هذا هو يكون انا الفيديو تبعي هيك يعني يا جماعة انا اغلب الاحيان ما بحب انه احكي كتير على الوعد باقيين كل لحظة لحظة وكل يوم ديما مو ناسيون ولا يوم عليك الله اكبر ناس بدها مسخرة هز طياز وشفترة بيهمش ايفو المحتوى المهم بالفيديو في مرة ثواني لنفهم
شو؟ خلينا نتفاهم شوي. يلا شو هالتناقض هذا؟ شو عم يصير معك بالدين؟ يلا بالدين. شو عم يصير معك؟ شو هالتناقض؟ يعني أنت ما حسيت حالك بلحظة أنه أنت منافق بهاي اللفظة؟ ما حسيت حالك؟ هدي؟ بلحظة أنه أنت منافق، يعني أنت ما حسيت حالك؟ حالك؟ شو قصته هذا اليوم؟ حالك؟ محمود؟ أوه يلا. بلحظة أنه أنت منافق بهاي اللفظة هون؟ منافق؟ منافق؟ ايه كمل. مش تخصصي انه ما حسيت حالك منافق. ارم شوي. ايه. انت ما حسيت انه في غلط كبير. 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 هون او بهالمشهد هون. راح تسألوني ليش يا جماعة. ليش? بوم. بام. با. بارا با بوم. باو. شو هنتناقض هذا انه عم يحكي انه الناس بتجي مشاهدات على هس. وبكون مرة موجودة بالفيديو معانا هو معه مرتين مو مرة واحدة. مرتين؟ مرة واحدة ولا مرتين؟ يعني بنتين يا جماعة. واحد مليون. تا اشرح لك ليش فيه مرتين. مرتين لأنه مرتين. المهم اخواتي الهدف من كلمة هز طياز والهدف من البنات بهالفيديو رح قلكن شو هو. ترى الموضوع صدقوني واقع واللي عم بيصير واللي قلته بهالفيديو كله واقع. رح قلكن ليش. اول شيء الهدف من البنات انه انا عم بقول بهالفيديو انه لا خلينا نرجع قبل ما نقول بنات خلينا نقول اول كلمة. الناس بدها مسخرة. الناس بدها مسخرة يعني بصراحة انا الكل بيعرفني كنت عم اقدم لكم فيديوهات هاتفة وبعمري ما دخلت بالاغاني ولا دخلت بجو البنات ولا انا لما دخلت بهذا الجو ليش لانه شفت بصراحة انه الناس يعني انا ببرك بتعب 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 فيديوهاتي وتمثيل وعيد وما زبط بجيب افكار ومخمخ لما زبط فيديو وانزله على اليوتيوب وتوب بناء مشاهداته 30-40 ألف ومع انه بيكون الفيديو متعوب عليه وقله معنى وقله مغزى. طبعا بالفيسبوك بضرب بالملايين بس باليوتيوب ما بجيب تعبي. فانا هون قررت انه بعد ما اشوف شفت الفيديوهات الناس على تفاهة على بياخة على محتويات ما لها طعمة على يعني رياكشنات عم تجيب مشاهدات بالملايين. فانا بركت قررت يعني فكرت بيني وبين حالي انه معقولي انا ببرك بتعب كل هالتعب وما بتجيب ربع المشاهدات الناس بتجيبها. طيب خليني اعمل انا كمان مسخرة واجيب. فالمعنى طبعا بعض الناس مو الكل. فانا قلت بهالفيديو انه الناس بدها مسخرة بمعنى انه فيديوهات ما الها معنى. هز طياز وشفترة بتلاقي على التيك توك اللي فيهن هز وخصور او فيهن نسوان او فيهن مثلا بتلاقي رقص وهيك اشياء عليها مليارات المشاهدات او على اليوتيوب او اي مكان يكون. يعني الناس بتحب هذا الشيء. طبعا البعض ركز مو الكل. ترى في ناس محترمة وفي ناس ما بتحب هيك اشياء وفي ناس ما بتتابع الا الفيديوهات اللي لها معنى وبتستفيد منها. المهم هاي الكلمتين فسرت لكم شو معناتهم بهاي الغنية. الكلمة الثالثة مو مهم شو المحتوى المهم بالفيديو في مرة. يعني هلا مجتمعنا صاير ما بيهمه شو هو المحتوى اللي بالفيديو. يعني تلاقي فتح الفيديو بكون حسن وخلف باركين جنب بعض وقدامهم البنت فعم بيعملوا بتلاقي عم ينزل البرداية من فوق السقيفة ومعه البنت عم تنزل الشنتاية من فوق السقيفة. فهون بتلاقي مشاهدات انضربوا بالملايين. ليش؟ لانه فيه حسنة عفوا حسن مهم فيه بنت. فبتلاقي بنت عم تغسل غسيل يعني طبيعي اي واحد بغسل غسيل بتلاقي مشاهداتها بالملايين. المهم بالفيديو في مرة مو مهم شو المحتوى. طب انت شو استفدت لما فتت على الفيديو هاد؟ ليش؟ لانه فيه مرة. لا تقنعني انك فايت لحتى تشوف شو عم يقدم هالشخص. لا تقنعني انك فايت على الفيديو لحتى تشوف التحدي او الشيء اللي عم يتقدم بهالفيديو. لا انت فايت لتشوف المرة اصلا او بقص ايدي اصلا اذا نص مشاهداتي اللي بهذا الغنية ما كانوا من ورا المرة من ورا البنات. انا لو مو حاطهم لما كان اجل. هلا الناس قالت لي انه انت عم تنتقد حالك عم تحكي عن البنات وحاطط بنات. ما هو انا يا شباب انا اصلا حطيت البنات لحتى اشرح لكم يا شباب انه انتو ما بتحبوا الفيديو يكون له محتوى المهم فيه مرة. يعني حتى اشرت لكم على النسوان فهمتوا كيف. ف
هاي الغاية كان من الدور البنات، يعني دور البنات انه انا عم بشرح عنهم، فمو معناها انا عم بنتقد نفسي، عم بحكي انه عالم بتحط بنات وانا حاطط، لا ما انا حاطط لها اشرح لك يا فهمان، عصبتوني على الفاضي يا زلمة. فهذا هو اللي كان سبب وجود البنات بالغنية. فشباب وصبايا انا ما بقصد الكل، لانه في ناس تتكون ما بيهمون هيك شيء، بيهمون بس المهم يستفيدوا من المعنى. فانا كمان ممكن تلاقوا فيديوهاتي فيها بنات، فلاحظوا فيديوهاتي اللي عم قدمها مع البنات شرط ما بخليهم يلبسوا قصير الا بهالفيديو، لانه كان قلت لكم مقصود حركات اللبس وحركات البنات كان مقصود بهالفيديو. فانتوا بتلاحظوا اغلب فيديوهاتي اللي بمثلها مع البنات بتلاقوها البنت المحجبه وادوارها دور ام، دور اخت، دور خالتي، دور نانا، دور زوجي، دور ادواري، يعني بقدمها لحتى اوصل فكره، مو المهم اورجيكم بنت، لا البنت مجرد تاخذ دورها وبس. انا ما محط بنت لحتى اجيب مشاهدات من وراها. لاحظوا حسنا بتلبس سبور، روحوا شوفوا فيديوهاتي اللي قبلها مع حسنا مخليها تتحجب. ليش؟ لانه انا فيديوهاتي بعملها تمثيل، مجرد بس حاطط البنت لتأدي دور امرأة، لتأدي دور بنت لحتى وصل فكرة فيها. فأخواتي أنا هذا هو كان سبب دور البنات ودور الفكرة والغنية. فأنا هلأ أنا برأيي حاجة هالتنين عملنا عليهم رياكشن، طولت بالفيديو كتير، فرح أعملكم رياكشن تاني على فيديوهات تانية اللي رح تعملوها. عملوا ردات فعل وعملوا رأيكم وخدوا اللي بدكن يا وانتقدوا بطريقتكن، اهم شيء انه ما يكون فيه غلط. ايديكس حبيب قلبي عندك طريقة حلوة لتقدم رياكشن، بس بتمنى تحترم محتوى الناس وتحترم رأي الناس كمان مثل ما انا بحترم رأيكن. فاللي حابب يشترك بقناته كمان اشترك، شاب كمان مهضوم، الله يوفقه ويسعده وييسر امره. شباب وصبايا انا قلتلكن انا شخص بتقبل كل الانتقادات بس الشرط تكون محترمة. فان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ووصلكم الفكرة والغاية من هالفيديو. اخواتي اول كومنت رح ثبته انا حاطط رابط قناتي البوبجي، شوفوا فيديوهاتي ولعبي في البوبجي واشتركوا بقناة البوبجي، لانه كل يوم عندي فيديو جديد على قناة البوبجي الساعة 7 ليلا. لا تنسونا بدعمكم وشكرا للمشاهدة الممتعة. السلام عليكم.